بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفضيلات أهلا وسهلا بكم، أبنائي الأعزاء أهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله راح نشوفوا درس مهم كثير كثير وطلب مني كثيرا كثيرا، لكن قبل ذلك أبنائي أريد أن أذكركم بأصدقائكم الذين تعرفتم عليهم في العام الفائت. من هما؟ من هم؟ تعرفتم على أحمد وصديقه بلال وأخته خديجة وصديقهم الآخر اللي يسمى خالد. كل هؤلاء أصدقاء تعرفتم عليهم في العام الفائت. أنا الآن سأتحدث إلى أصدقائكم. الآن قال لي يحيى أنكم أيضا تعرفتم على من؟ على منى وليلى. إذن أنا الآن أتحدث إلى أحمد، أقول له أنت، ماذا أقول له؟ لعبت. أنت يا أحمد لعبت. عندما أتحدث إلى خديجة ماذا أقول لها؟ تفضل يحيى. أقول لها أنت لعبت. أنت لعبت، أحسنت، لعبت. هل أكتبها لعبتي؟ لا، أكتبها لعبتي وفقط. أنت لعبتي. الآن أتحدث مع من؟ أتحدث مع بلال وصديقه خالد وصديقه من؟ وصديقه من الآخر؟ أحمد. أحمد وبلال وخالد، ماذا أقول لهم؟ أقول لهم أنت لعبت. أحسنت. إذن مع عندما أتحدث مع جماعة من الذكور أقول أنتم. أعيدي. أنت لعبت. أحسنت، أنتم لعبتم. الآن عندما أتحدث مع من؟ مع خديجة وصديقاتها. صديقاتها من هم؟ هن ليلى ومنى. إذن أنا أتحدث مع خديجة وليلى ومنى، أقول لهن أي مريم؟ أنتن لعبتن. أحسنت، أنتن لعبتن. أنتما لعبتن. أحسنت. بالنسبة لي أنتما، أنتما لمن أقول أنتما مريم؟ أنتما للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث. إذن أقول أنتما، عفوا أنتما، ماذا أقول؟ أنتما لعبتما. لعبتما. لاحظوا أخواتي اللي هنا بحاجة تفهموا بها أطفالكم، لكن هذه لا نطبقها على جميع الضمائر، فقط على ضمائر المخاطب. لاحظوا أخواتي، أنت لعبت، نفس النهاية، لعبت. أنت لعبت. أنتم لعبتم. أنتن لعبتن. أنتما لعبتما. هذه فقط، قلت هذه الطريقة فقط على ضمائر المخاطب. أنت لعبتي، أنت لعبت، أنت لعبتي، أنتم لعبتم، أنتن لعبتن، أنتما لعبتما. إلى هنا بهذا الفيديو القصير جدا. أقول لكم أخواتي في الله، نلتقي في فيديوهات أخرى وفي دروس أخرى بحول الله.